السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جامعة الكرخ للعلوم، كلية التحسس النائي والجيوفيزياء، قسم الجيوفيزياء، محاضرات الجيوفيزياء الكهربائية للمرحلة الثالثة. أعزائي الطلبة، تناولنا بالمحاضرة الماضية تعريف طريقة الانديوست بولاريزيشن وكيف أنها تعتمد على الحث الكهربائي ليحصل في باطن الأرض في الطبقات التحت السطحية وخصوصا القريبة من السطح واللي تحتوي على المعادن الكبريتيدية وخصوصا اللي تكون في الصخور اللي تكون بها مسامات وتحتوي على السائل البراين اللي هو يكون ملامس لحبيبات الفلز اللي موجود بخام المعدن. وتكلمنا انه هاي المعادن تعمل عمل بطارية تخزن الشحنات داخلها، وممكن انه نقيس هذا الشحن بمجالين اللي هو مجال التايم دومين ومجال الفريكونسي دومين اللي مجال الزمن ومجال التردد. وقلنا انه من نقطع التيار من اقطاب التيار ونقيس باقطاب الجهد نشوف هناك اضمحلال او للجهد تدريجي بين نقطة اللي يكون بها عندنا انخفاض مباشر او سريع للفولتية والى حد ما انه تقترب الفولتية من قيمة الصفر، وهذا يكون خلال وقت معين بالنسبة للتايم دومين. ايضا تكلمنا عن الفريكوانسي وقلنا احنا نبحث عن انه نبث تيار متناوب ونقيس بالبوتنشال الكترودز او اقطاب الجهد ونستخرج قيمة المقاومة ونبحث بالحقل عن المقاومة الواطئة والتردد العالي اللي تعكس لي وجود خام المعدن الكبريتيدي في باطن الارض. هذا فقط تذكير للمحاضرة الماضية. اليوم نكمل إن شاء الله. There are, however, certain minerals that have a measure of electronic conduction, almost all the metallic sulfides, except sphalerite, such as pyrite, graphite, some coals, magnetic pyrolusite, native metals, and some arsenite, and other minerals with a metallic luster. إذا هناك بعض المعادن على وجه التحديد تمتلك ما يدعى بالتوصيل الإلكتروني، وهي خصوصا خامات المعادن اللي تكون هي بها فلزات، وهذا النوع يسموه بالميتاليك سولفايدز أو الكبريتيدات الفلزية، مثال ما عدا معدن واحد هو اللي عندنا الاسفلرايت اللي هو كبريتيد الزنك. كبريتيد الزنك يختلف عن بقية الكبريتيدات في يعني مسألة التوصيل. من المعادن المهمة يمكن أن نتحرى عنها بطريقة الانديوست بولاريزيشن البايرايت والجرافايت وأيضا بعض أنواع الفحم الحجري ومعدن المغناتايت ومعدن البايرولوسايت وبعض النيتيف اليمنتس اللي هي نيتيف ميتالز مثل الايرون الحديد اف اي او الفضه او اي جي او الذهب ايو او غيرها من الميتالز الاخرى اللي توجد بشكل نيتيف او بشكل مستقل بشكل عنصر مستقل بالطبيعه. ايضا بعض مركبات الخارصين او خامات الخارصين اللي هي الارسينايتس يمكن أن نتحرى عنها بطريقة الـ induced polarization، ومعادن أخرى ممكن أنه تمتلك اللي يسموه البريق المعدني أو الميتاليك لاستشار واللي قلنا أنه يتكون نتيجة لسيل الإلكترونات على سطح تلك المعادن بحيث يعكس الضوء مثل ما ينعكس من على سطح المرآة. The figure below represents a simplified representation of how over voltages are formed on an electronic conducting particle in an electrolyte
under the influence of current flow. إذا الشكل هذا اللي بالأسفل راح يوضح لي إنه فد توضيح أو تجسيد كيف إنه تحصل عندي عملية الشحن أو الاستقطاب الحثي الكهربائي لجزيئة معدن فلزي مغمورة بداخل خلينا نقول أو محاطة بالسائل البراين اللي هو موجود داخل الصخرة. طبعا في حالة ماذا؟ في حالة امرار تيار كهربائي من قطبي التيار. فمن المرر التيار، لاحظوا هنا عندي هذا القطب هو هنا يبين النيجاتيف وهنا البوزيتيف، يعني اتجاه الكرنت فلو راسمه بهذا السهم اللي هو هذا الاتجاه. اللي يصير انه عندي السائل اللي حول هذه الجرين او الحبيبة اللي معدن الفلز راح يصير بيها تأين وراح تهاجر، اما بالنسبة للالكترونات فراح تهاجر باتجاه التيار من اتجاه القطب السالب باتجاه القطب الموجب، فمن تتجمع عندي الالكترونات على هذا الطرف اللي هو الطرف اللي يكون خروج التيار راح يستقطب، بما انه هو الشحنة سالبة الالكترونات سالبة، فبهيك حالة راح تستقطب منه، راح تستقطب الايونات الموجبة اللي تحصل او اللي موجودة بالسائل واللي هي ايونات الهيدروجين، فيسموها هيدروجين اوفر فولتج او الاستقطاب ذرات الهيدروجين. اما بالنسبة للطرف الاخر اللي الطرف اللي يدخل من التيار فراح يكون به وفرة من الايونات الموجبة، كون انه جميع الايونات السالبة اللي بداخل الحبيبة هي هاجرت للطرف الاخر، فبهيك حالة راح يستقطب منه راح يستقطب لي الايونات السالبة اللي موجودة بالسائل اللي يسموها الاكسجين اوفر فولتج. النتيجة النهائية انه يكون عندي طرف من الحبيبة يكون ب يعني استقطاب في منطقة التماس ما بين الحبيبة والسائل اللي مجاور لها، وأيضا في منطقة خروج التيار أيضا هناك استقطاب معاكس بالإشارة في منطقة التماس ما بين السائل المجاور للحبيبة والمعدن المكون للحبيبة نفسها. وهذا هو فد تمثيل او تجسيد لظاهرة الاستقطاب اللي تحصل في حبيبة او جزيئة لمعدن متألف من مادة فلزية مغمورة في داخل السائل او يكون محاطة بالسائل اللي يكون يمثل لي البراين او السائل اللي موجود في مسامات الصخرة نفسها. The most important sources of non-metallic induced pyrolization in rocks are certain types of clay minerals according to Vacquire 1957 and Siegel 1970. يقول انه اكثر المصادر اللي تسبب لي الاستقطاب المحدث طبعا الكهربائي بالنوع اللافلزي اللي مو هذا النوع اللي تكلمت عنه قبل قليل في الصخور، هو وجود بعض الانواع من المعادن الطينية الكلي مينرالز اعتمادا على المصدر فاكواير 1957 وسايجل 1970. يعني اني مو بس عندي المادة الفلزية وهي محاطة او حبيبات المادة الفلزية محاطة بالسائل اللي موجود بالصخرة هو اللي يسبب لي الانديوست بولاريزيشن، وانما عندي بعض المعادن الطينية هم حتسبب لي نوع من الاستقطاب اللي راح نتكلم عنه الان بالتفصيل. These effects are believed to be related to the electrodialysis of clay particles. هذا النوع يعود الى سبب حدوث ظاهرة تدعى بالالكتروداياليسيز واللي مقصود بها هي التحليل الكهربائي عبر الغشاء الانتخابي. This is only one type of phenomenon that can cause ion sorting or membrane effects.
إذا هذا النوع من الظاهرة أو هاي الظاهرة اللي هي الإلكتروداياليسيس، المقصود بها التحليل الكهربائي عبر غشاء الانتخابي، واللي هسه رح نجي نتكلم عنها بالتفصيل. هي هذه الظاهرة هي الوحيدة اللي تولد لي أو تحقق لي حالة انتخاب الأيونات، يعني انتخاب الأيونات أو انتقائها اعتمادا على الشحنة، بحيث أنه تسوي لي ما يعرف بالممبران افكت أو تأثير الغشائي اللي راح نيجي نتكلم عنه بالتفصيل الآن. For example, the figure below shows a cation selective membrane zone in which the mobility of the cation is increased relative to that of the anion, causing anions or ionic concentrations gradients and therefore polarization. فعلى سبيل المثال مثل بعض الشكل اللي راح يظهر عندنا باللاحق راح نشوف انه عندي ان هذا الممبرين اللي هو السلكتيف ممبرين او اللي نسميه الكاتيون سلكتيف ممبرين. طبعا اللي يصير شنو، لاحظوا انه اني عندي هذا مكان دخول التيار وهذا مكان خروج التيار. اللي يحصل انه الايونات الموجبه راح تهاجر باتجاه الشحنة السالبة، في حين انه الايونات السالبة اللي شحنتها سالبة راح تهاجر باتجاه الايونات الموجبة. النتيجة هو شنو؟ انه تنحجز عدي الايونات الموجبة في مكان واحد والسالبة في مكان واحد عند مرور التيار، وهذا طبعا شي يسبب لي؟ يسبب لي انه عملية استقطاب على هذا الغشاء الانتخابي، وسميناه انتخابي لأنه يسمح بمرور نوع واحد من الأيونات كأن تكون مثلا النيجاتيف أو البوزيتيف باتجاه واحد، ويترك الأيونات ذات الشحنة الأخرى في مكان آخر، فيسبب أنه شنو؟ يسبب أنه يكون عندي الأيونات السالبة تتجمع كلها بمكان واحد على طرف معين، والأيونات الموجبة تتجمع على الطرف الآخر من الغشاء. فهاي هي نظرية السلكتيف ميمبرين أو يسموها الميمبرين إفكت، واللي تسبب لي استقطاب يحصل في أغلب الأحيان بالمعادن الطينية، يحصل بالمعادن الطينية. طبعا هذا شيء يسبب لي أنه يكون سماهنا gradient أو يسموه concentration gradients أو يسموه البولاريزيشن، يعني هنا صار عندي شحنات كثرة وفرة بالشحنات الموجبة على حساب السالبة، وبالعكس هنا بهالطرف تكون عندي الشحنات السالبة هي على حساب الموجبة، وهذه هي عملية استقطاب تحصل عند مرور التيار خلال المعادن الطينية. A second group of phenomena includes electrokinetic effect effects that produce voltage gradients through the streaming potential phenomenon. إذا عندي الحالة أنه ظاهرة هذه يسموها الالكتروكينيتيك إفكت. ما المقصود بالالكتروكينيتيك إفكت؟ هي ظاهرة تحدث في السوائل غير المتجانسة أو وسط مسامي مملوء بسائل أو عن الجريان السريع للسائل على سطح معين. فهذا شيء يسبب لي ما يسموه بالستريمينج بوتنشال أو يسموه جهد الجريان. هذه الظاهرة اللي تحدث في طبعا السوائل تكون غير متجانسة، يعني شنو؟ يعني يكون بها أملاح، وأيضا وسط أو يكون وسط مسامي مثل حالة الصخرة بالضبط اللي بيها مسامات وتكون مملوءة بسائل، وهذا السائل من يتحرك راح يسوي لي مثل streaming potential عند مرور التيار. These voltage gradients will have the same external appearance as polarization effect due to separation of voltage. بس هاي كلمة هنا كلمة هي voltage
تصححوها طلاب. اكو هنا مس سبيلينج او جزء مفقود من الكلمه. These voltage gradients will have the same external appearance as polarization effects due to the separation of voltage. اذا هذا النوع من التدرجات اللي تحصل بالفولتيه او الشحنه او الجهد الكهربائي تظهر او تعطي فد حاله ظاهريه او استقطاب ظاهري مشابه تماما لحاله الاستقطاب الفلزي اللي تكلمنا عنه قبل قليل. Electrokinetic effects seems less important than membrane effects in the overall polarization picture. إذا بالنسبة لهذه الظاهرة اللي هي ظاهرة الاستقطاب الكهربائي اللي تحصل بسبب جريان السوائل داخل المسامات للصخور تكون أقل أهمية من ظاهرة الممبران اللي هي طبعا الممبران افكت دائما هي مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالمعادن الطينية. بشكل عام ظاهرة الممبران افكت هي تجي بالمرتبة الأولى بسبب وفرة العطيان بمعظم الرسوبيات خصوصا الصخور الرسوبية. اما بالنسبة اللي يجي بعدها هي ظاهرة اللي تكلمنا عنها قبل قليل اللي تخص الاوفر فولتج اللي يحصل بحبيبة او جزيئة المعدن الفلزي المغمورة بداخل السائل او محاطة بسائل الصخرة، ويجي وراها منه الالكتروكاينتيك افكت اللي هو التأثير الناتج عن السائل الغير متجانس اللي موجود بمسامات الصخرة. IP surveys are perhaps the most useful of all geophysical methods in mineral exploration, being the only ones responsive to low-grade disseminated mineralization. إذن اللي يميز طريقة الاستقطاب المحدث أو الانديوست بولاريزيشن عن بقية الطرق الجيوفيزيائية الأخرى في مضمار التحري المعدني، في مضمار التحري المعدني ممكن أن نقول هي أكثر الطرق هي تكون يعني تحقق لي أو أقيس منها استجابة مباشرة حتى من المعادن اللي تكون الفلزية المنتشرة انتشار قليل يعني بداخل الرسوبيات. يعني مثلا أنا عندي مثلا خلينا نقول ذهب، معدن ذهب وحبيبات قليلة غرينز قليلة داخل رسوبيات ممكن انه تنكشف بواسطة الانديوست بولاريزيشن نظرا لحصول ظاهرة الاستقطاب اللي تكلمنا عنها قبل قليل وإمكانية قياس التدرجات الواطئة اللي تحصل بالفولتية أو الحث الكهربائي اللي يصير بها بشكل عام. There are two main mechanisms of rock polarization and three main ways in which polarization effects can be measured. يقول هناك طريقتين أساسية أو يعني تقنيتين أو ميكانيكيتين أساسية في استقطاب الصخور بشكل عام اللي قلناها قبل قليل. طبعا هن ثلاثة اللي هم وياها الالكتروكاينتيك، بس هو عندنا الممبرين افكت اللي يقصد بها، ويقصد بها عندنا القبلة اللي هو البولاريزيشن أو المتال بولاريزيشن. فا ان ثيوري طبعا وهناك طرق عديدة أو ثلاث طرق أساسية ممكن أنهم نقيس من عدها مقدار الاستقطاب اللي يحدث بالمعدن اللي مدفون في باطن الأرض. In theory, the results obtained by the different techniques are equivalent, but there are practical differences. إذن بشكل عام أو بشكل نظري خلينا نقول من خلال تطبيق تقنيات مختلفة في المسح لغرض تحديد مقدار الاستقطاب أو الشحن أو chargeability للصخور، هناك عدة طرق أو لنسميها لقياس تأثير الاستقطاب. عدة طرق
لقياس تأثير الاستقطاب، وهي 6 طرق نحاول ناخذ بهالمحاضرة. الثلاث طرق الأولى طبعا عندنا الميمبرين بولاريزيشن، هاي هي الطريقة الأولى في الكشف عن الاستقطاب. الطريقة الثانية هي الالكترود بولاريزيشن، والثالثة السكوير ويف انشارجبل جراوند، والرابعة هي الفريكونسي افكت، والخامسة هو المتال فاكتورز، والستة الفيز او الطاور. هذه هي 6 طرق اللي ممكن من خلالها احدد مقدار الشارجابلتي او مقدار البولاريزيشن او الاستقطاب اللي يحصل في الصخور التحت سطحية. نبدأ بأول نوع اللي هو الميمبران بولاريزيشن او الاستقطاب الغشائي. The surfaces of clays and some other platy or fibrous minerals are negatively charged and cause membrane polarization in rocks with small pore spaces. إذا في أغلب الأحيان عندي المعادن اللي تكون من النوع الطيني، يعني المعادن الطينية بشكل عام، والمعادن اللي تكون جزيئاتها بشكل صفائح أو ألياف. دائما هذا النوع من المعادن اللي هي الأطيان والمعادن اللي تكون جزيئاتها صفائحية أو ليفية الشكل تنشحن بشحنة سالبة وتسبب عندي ظاهرة تدعى بالميمبرين بولاريزيشن أو الاستقطاب الغشائي، وغالبا ما يكون هذا النوع في أو هذا النوع من المعادن أو هذا النوع من الاستقطاب في الصخور اللي تكون مساماتها قليلة، اللي تكون عندها بها مسامات صغيرة أو قليلة. Positive ions in the formation waters in such rocks congregate near the pore walls, forming an electrical double layer. If an electric field is applied, the positive ion cloud are distorted and negative ions move into them and are trapped, producing concentration gradients that impede current flow. إذا اللي يصير شنو؟ إنه عندي الأيونات الموجبة اللي هي الكاتيونز نفسها اللي موجودة وين؟ موجودة بالسائل اللي موجود بمسامات الصخرة أو بالبراين، عادة ما شنو؟ تتجمع بالقرب من جدران المسامات، تتجمع هاي الشحنات الموجبة أو الأيونات الموجبة بالقرب من جدران المسامات الخارجية، هاي اللي يقصد بيها. فهذا يسوي لي يعطيني في الظاهرة يسموها الطبقة الكهربائية المزدوجة أو الإلكتريكال دبل لاير. في حالة مرور التيار الكهربائي بهيجي حالة يعني احنا نسميها كلاودز، هي غيوم مشبهة بالغيوم الشحنات الموجبة أو الأيونات الموجبة. فيقول هذه الغيوم مال الشحنات الموجبة راح يصير بها عملية تشويه أو distortion أو يصير بها distorted. وهذا ولهذا بما أنه عندي أني negative ions هي دائما في حالة انجذاب للpositive ions، فراح تتحرك باتجاهها والنتيجة أنه راح تنحصر، يصير بها trapping تنحصر. طبعا من راح تنحصر ايش راح يسبب لي؟ يسبب لي انه حيكون عندي الغشاء وعلى جانبه يصير عندي شحنات بوزيتيف كلها متجمعة بوزيتيف، وعلى الجانب الاخر يكون عندي الشحنات كلها نيجاتيف. فهذا يسموه جريدينت، يسموه جريدينت او يسموه التدرج او يسموه الكونسنتريشن جريدينتس او التدرجات المركزة. وين تتولد هاي؟ تتولد على جانبي الغشاء الانتخابي اللي قلنا هو يمرر أيونات بشحنة معينة على جانب ويجمعها بجانب، وفي حين جانب الآخر تكون عندي الشحنات السالبة. فهذا شي يسوي لي؟ هذا راح يمانع، يسبب لي مثل ممانعة لمرور التيار داخل الحبيبة ورا ما تجمع هذه الأيونات السالبة بشكل مجاور للأيونات الموجب على جانبي الغشاء. بهيج حالة حتسبب لي ممانعة لمرور التيار.
When the applied field is removed, a reverse current flow to restore the original equilibrium. يعني بعد ما انه اني ازيل تأثير التيار او اقطع التيار واقطع بهالحالة شنو عندي يعني اني قطعت المجال الصناعي اللي اني دا ابثه من قطعت المجال اللي دا ابثه راح يصير عندي جريان معاكس للتيار بحيث ترجع عندي الايونات الموجبة والسالبة في حالة توازن مثل ما كان قبل ما اني بثيت التيار بالصخور. عندي الموضوع الثاني اللي هو الالكتروت بولرايزيشن او الاستقطاب اللي يصير عند الاقطاب او استقطاب الاقطاب الحقيقة. والمقصود هنا الالكتروت هو الالكتروت النفسه اللي اني استخدمه واللي ادقه بالقاع. عندي الالكترودات الاثنين اللي هي بث التيار والالكترودات بالنص اللي هي قياس الجهد في ابسط نوع اللي هو يسموه الفور الكتروت كونفجريشن او الترتيب الرباعي القطب. This الكتروت polarization occurs not merely at artificial electrodes but wherever grain of electronically conducting mineral are in contact with the groundwater. إذا ليس فقط في الأقطاب الصناعية اللي أني أدقها بالقاع يعني هي تسبب لي نوع من الاستقطاب في حالة أنه إذا كانت مع لامسة المياه الجوفية أكيد أو المياه اللي موجودة بالمسامات اللي موجودة بالصخرة بل أيضا حيثما تتواجد حبيبات فلز موصلة تكون في حالة تماس مع سائل المسامات أو المياه الجوفية حتسبب لي أيضا استقطاب يعني ناتج عن التبادل الأيوني أو التفاعل الأيوني بين مادة القطب وأيضا المياه الجوفية اللي موجودة بالصخرة نفسها. The degree of polarization is determined by the surface area rather than volume. إذا دائما درجة الاستقطاب أو قياس درجة الاستقطاب أو الشحن الكهربائي اللي تحصل بالقرب من الأقطاب في أغلب الأحيان تتعلق بوحدة المساحة السطحية الملامسة للسائل اللي يعني اللي موجود بالصخرة أكثر مما يتعلق بمسألة حجم المادة نفسها الملامسة of the conductor present and polarization methods are thus exceptionally well suited to exploration of disseminated porphyry ores. أيضا طرق الاستقطاب هي دائما تكون ملائمة في استكشاف الخامات اللي تكون حبيباتها خشنة ومحاطة بحبيبات ناعمة. يعني مثلا تكون عندي اني الخام الفلز مثلا هو مثلا CuFeS2 اللي هو البايرايت حبيبة خشنة ومحاطة بحبيبات مثلا ناعمة مع الرمل. فبهيك حالة عندي الـ induced polarization method راح تكون يعني فعالة بشكل مثالي أو بشكل استثنائي عن بقية الطرق في الكشف عن مكان هذه الخامات كون هي اللي تكون مشحونة بالشحنات وممكن أكشف كمية الاستقطاب اللي يحدث بها من خلال القراءة من أقطاب الجهد. Strong anomalies are also usually produced by massive sulfide mineralization because of surrounding disseminated halos. أيضا الشذوذ اللي يطلع عندي اللي أقرأ نتيجة لعدة قراءات أغطي عليها مساحة أقرأ كلها بها potential difference أو الفرق بالجهد باستخدام induced polarization
راح يكشف لي خامات المعادن الكبريتيدية بشكل واضح وتجمعاتها، لأنه هذه الخامات في أغلب الأحيان غالبا ما تكون منتشرة وتكون حولها مثل هالات اللي هي هالات التفاعل العفو هالات التفاعل هي يقصد بها هنا هو تفاعل مادة الخام الفلزي مع المياه الملامسة إلى واللي هي المياه اللي تكون مخزونة بالمسامات أو المياه الجوفية. Although for equivalent areas of active surface, electrode polarization is the stronger mechanism, clays are much more abundant than sulfides, and most observed IP effects are due to membrane polarization. إذا على الرغم من ذلك، بما أنه يعني إحنا قلنا هذه الطريقة لinduced polarization فعالة في الكشف عن ال يعني الخامات الكبريتيدية وتجمعاتها، واللي يكون السبب أنه احتوائها على الفلزات. أيضا عندي دور آخر هو دور وجود الأطيان اللي تكون في حالة وفرة في المنطقة، ربما بكمية أكبر بكثير من وجود خامات المعادن الكبريتيدية. طبعا هذه الكلايز وخصوصا إذا في حالة أنه كون أنه هي بيها محتوى مائي، راح تعاني ظاهرة الممبرين بولاريزيشن أو الاستقطاب الغشائي، وراح تعطيني هم فد نوع من البوتنشال المخزون بداخلها اللي يضاف لي القيمة القراءة اللي أنا راح أقرأها. عندنا العامل الثالث أو الطريقة الثالثة هو السكوير ويف ان تشارجابل جراوند، اللي هو الموجة المربعة الشكل في أو تصرف موجة الفولتية المربعة الشكل داخل الأرض. When a steady current flowing in the ground is suddenly terminated, the voltage V naught between any two grounded electrodes drops abruptly to a small polarization voltage, which is VP, and then declines asymptotically to zero. إذن من أني أرسل تيار صناعي إلى باطن الأرض بهيك حالة، وبعدين بعدها راح اقطع هذا التيار، فبهيك حالة أنا ولدت فولتية صناعية بداخل الأرض، وبعدها قطعتها بشكل مفاجئ. إذا شنو اللي حيصير؟ لاحظوا الجراف هذا ممكن راح يفسر لي بشكل واضح جدا ماذا يحدث. طبعا أنا قبل ما إذا هنا يبين الشكل مهم جدا. هذا السطح اللي هنا اللي هو يمثل لي شنو هو هذا، هاي الفولتية الصفرية، يعني بعدني اني ما دز التيار الى باطن الارض. ولا ما ادز التيار الى باطن الارض يتولد عندي جهد صناعي اللي هو فولتية صناعية. هاي الفولتية الصناعية راح تتنامى الى حد ما توصل عندي للقمة، فتكون لي هذا الشكل المربع اللي هي الموجة المربعة. فمن راح تتنامى بهال الى فد وقت معين، طبعا شنو نقطع التيار، من نقطع التيار طبعا منو وياها الجهد همين راح ينزل. من ينزل الجهد بشكل مباشر ما راح ينزل للصفر راسا، ما ينزل الى الصفر، فراح ينزل الى فد قيمه يسموها في بي اللي هي يسموها البولاريزيشن فولتج. ينزل الى فت قيمه يسموها البولاريزيشن فولتج. طبعا هذا الحكي انه بعد فد مثلا ثانيتين ثلاثه من ما نقطع التيار ونتجنب انه نقيس البوتنشال خلال اول العشر، عشر الاول من الثانيه، لانه عندي فد تاثير اخر هو تاثير يسموه الكهرومغناطيسي او الحث الكهرومغناطيسي اللي هتكلم عنه لاحقا. فمن تنزل عندي الفولتية تنزل الى فد قيمة صغيرة الحقيقة
مقارنة بالقيمة اللي قبلها اللي كان من كان التيار موجود. هاي القيمة يسموها البولاريزيشن فولتج. إذا وبعدها يبدي بالتدريج مع الوقت خلال الثواني يصير عندي ديكي يسموه أو يسموه اضمحلال بقيمة الفولت هي بالتدريج إلى حد ما ترجع إلى القيمة المقاربة للصفر. الصفر يعني declines asymptotically to zero توصل تقريبا تساوي صفر. The figure above shows a ground response to square wave signal and to a spike impulse. إذا هذا الشكل يبين لي كيف أنه تصرف الأرض في حالة إذا ما أرسلنا بها جهد كهربائي صناعي وقطعنا، وأيضا في حالة إن ما ولدنا بي أو بثينا بنبضة كهربائية من النوع الشوكي. في حالة إذا فترة معينة وقطعنا راح يكون عندي هذا الشكل، وفي حالة إذا كانت نبضة راح تكون عندي هذه الشكل اللي هي مثل النبضة الشوكية اللي تبين لي الفرق ما بين ال VP وال V نوت اللي هي بين الجهد الاستقطاب والجهد الصفري. The ratio of V نوت to VP أو الأحرى VP over V نوت is seldom more than a few percent. إذا نادرا ما تكون القيمة لل VP over V نوت أو V نوت over VP هي بضعة يعني نسب مئوية، يعني 500 هيجي 400 من الفولتية الأساسية اللي احنا بثيناها او الانبوت فولتج. الانبوت فولتج ويف فورم is for reference only. اذا بالشكل هذا بي يبين لي انه هذه الانبوت فولتج مرة اني دزيتها من يكون للارض بحيث انه من كان عندي التيار لوهلة زمنية وبعدها قطعته ونزلت القيمة الصفرية، بس طبعا مو رأسا. وأيضا في حالة إذا ما دزيت نبضة كهربائية بفترة قصيرة يعني بالملي سكند شنو اللي يصير. طبعا هذا فقط خالة رفرنس يقول انه اني فقط دراويكم انه هذا الشكل الفولتية اللي اني دزيتها هي نوع الموجة هو اللي سموه السكوير ويف. ف يعني المبدا انه الحقيقه انه الفولتج المرسله هي اعلى عده مرات مثل ما راح يقول in practice its amplitude will be many times greater than the measured voltage. يعني السعه لهذه الموجه راح يكون اكبر بعده مرات من قيمه الفولتيه اللي راح نقيسها بعد دخولها الى الارض من اقطاب الجهد. The exact values depending on the array being used. أيضا قيمة الجهد المقاس أو فرق الجهد المقاس من أقطاب الجهد راح يعتمد على نوعية النشرة أو العامل الهندسي للنشرة اللي مثل ما تناولناه بالجزء الأول من المحاضرات اللي الشلمبرجر والفينر والفينر شلمبرجر وغيرها من الترتيبات الأخرى. Similarly, when current is applied to the ground, the measured voltage first rises rapidly and then approaches to V naught asymptotically. See the previous figure. يقول بشكل مشابه من انبث تيار إلى باطن الأرض قيمة الفولتية المقاسة من أقطاب الجهد راح ترتفع بشكل مفاجئ وبعدها توصل إلى قيمة الفي نوت أو تقترب من قيمة الفي نوت بالتدريج. يعني أنا بالنسبة لي مثل ما قلنا بث التيار أو الجهد راح ترتفع القيمة إلى القيمة هذه يسمها في نوت اللي هي الفولتية البدائية أو الابتدائية اللي هي أقيسها من أقطاب الجهد قبل ما أقطع التيار. وبعد ما أقطع التيار راح يصير عندي دروب يعني سريع. هذا الدروب السريع يوصلني إلى قيمة الـ VP، فصار عندي V نوت وصار عندي VP، والـ VP راح يصير بيها ديكاي تدريجي إلى حد ما توصل
للصفر. فالتشارجابيلتي او الام اللي هي ايش حتمثل لي؟ حتمثل لي هي نسبه الفي بي اوفر في نوت، يعني اني الفولتيه الابتدائيه هي تكون بالمقام، والفولتيه المستقطبه هي تكون بالبسط. يعني بالضبط انه التشارجابيلتي او قدره الشحن او القدره الظاهريه على الشحن راح تساوي لي قيمه الفولتيه المستقطبه على قيمه الفولتيه الابتدائيه. Although in theory V naught is never reached, in practice the difference is not detectable after about a second. أيضا على الرغم من أنه V naught من أقيسها من أقطاب الجهد ما أقدر أحققها هي نفسها اللي أنا أرسلها بالضبط، بسبب طبعا أكيد التأثير التيار اللي راح يمر يعني بداخل هذا الوسط، لأن يعني الوسط له مقاومة. لكن الفرق ممكن انه اتحسس ب يعني من خلال القياس بعد ما اقطع التيار، بعد تقريبا ثانية واحدة من قطع التيار راح اقدر اتحسس بمقدار الفرق اللي اني اقدر اقيسه بهذه الطريقة. نكتفي بهذا الحد من المعلومات لهذا اليوم من محاضرات الجيوفيزياء الكهربائية. أشكر اهتمامكم وأصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.